ثقافة بناء الجغرافيا بشكل عام، اختصرت معناه الثقافة
بإذن الله. التطور والتقدم ممكن، نقاش الأسبوع يعني بزاف التصرفات اللي كنا اختارها الفضاءات اللي كنا مصطنعين، النقاش اللي ما لمس مزقوم بقرن دابا دوك ناخذ شخصية المرحلة المغرب اللي يترغب في التغيير الحقيقي يساهم للفاعل الثقافي والسياسي والحركي الأمازيغي بشكل خاص. أرجنتيني خيو زميون الزري تيزي يفركي البهرة نقاش ليا مفيد بهرة خيو زميون تيكريتير لقايات عند البداية خلينا نشهي تحيات الجلال وإكبار رئيس سمنت الشعلة فلقاءات زود غويلت التي أعادتنا إلى نقاشات ثقافية نقاشات فكرية ما أحرجنا إلى مثل هذه النقاشات في مجتمعنا في مجتمع أدرار وخاصة أنزي رصد سبعك المقهى الأدبي السادسة في الشعلة ماس المناظر الأخرى رشيد حافي اللي كان الكثير تسن الساحة الوطنية الساحة الأمازيغية بالخصوص الاسم سواء لنا في الكتب الأمازيغية من بينها كتاب الاسم الأمازيغية والمغرب المهضوم اللي كان من آخر إنتاجات اللي خلق اللي كان ناجح 100% لكون أن الموضوع النقاش الهوية عفوا دور المثقف في البناء الديمقراطي والتغيير يعني الإخوان تداول القضايا تداولوها وناقشوها بما فيه الكفاية وخرجوا أكيد أنهم خرجوا بفرصات وخرجوا يعني بنتائج يعني الحاضر كذلك يعني أغنانا بأفكاره النيرة التي أثرت فيه خاصة وأنه كما قلت سالفا أنه لم يجتث من جهده كما قال مقصد الشاعر وإنما يناقش انطلاقا من هويته الأصلية وانطلاقا من الحقل الذي يشتغل فيه. ومرة أخرى أجدد الشكر والثناء لجمعية الشعلة والمنظمين ولكل من ساهم من قريب ومن بعيد بإنجاح اللقاء التنوير.